السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في مساق لتدقيق حسابات، وبنكون وصلنا للفصل التاسع والأخير اللي هو تقرير أو تقارير التدقيق. تقارير التدقيق اللي هو الفصل التاسع والأخير، لأنه بعد هيك بنكون دخلنا أو ندخل في اللي هو الجزء الثاني اللي هو تدقيق اثنين الخاص بالفصل القادم إن شاء الله. تقرير التدقيق، التدقيق زي ما حكينا قبل هيك انه المدقق بيدقق الحسابات الشركات عشان يطلع تقرير. التقرير هنا ببساطة بيستنى كل متخذي القرارات عشان يتخذوا قراراتهم بناء عليه، والتقرير هنا حيأثر على مكانة الشركة وقيمتها وسمعتها السوقية والقرارات الخاصة بها. طبعا المدقق بده يصدر تقرير عن نتيجة عمله وفحصه للشركة، وهل قوائمها المالية تتمتع بالمصداقية وتعبر عن حقيقة المركز المالي ونتيجة الأعمال ولا لا. طبعا المدقق حيفحص ويصدر تقرير بخصوص 4 قوائم بتعدها الشركة. يقبل الحسابات الختامية الشركة، إدارة الشركة هي اللي بتعدها. ال4 قوائم اللي بتعدها الشركة اللي هي قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية. ال4 قوائم هذه بده يفحصها مدقق الحسابات، أو بده يفحص التسجيلات المالية كاملة، ويفحص نظام الرقابة الداخلية، ويفحص اللي هي دقة وصحة الأرصدة والتسجيلات، عشان في النهاية يطلع تقرير يقول في هذه الحسابات تعبر بصدق وعدالة عن طبيعة نتيجة أعمال الشركة ومركزها المالي أو لا تعبر. طبعا التقرير في الآن عندي التقرير شبه فورمة، والتقرير له أنواع هنشوفها مع بعض من خلال هذا الفصل. طبعا هان بتكون على مكونات التقرير المعياري غير المعدل. التقرير المعياري ايش معناته؟ معياري يعني تيبيكال، يعني الشركه ما فيش عندها اي اشكاليه. قائمه الدخل بتعبر عن بصدق وعداله عن نتيجه الاعمال من ربح وخساره. الميزانيه بتعبر بصدق وعداله عن الاصول والالتزامات. قائمه التغيرات في حقوق الملكيه بتعبر بصدق وعداله عن اللي هي التغيرات في حقوق الملكية. قائمة التدفقات النقدية بتعبر بصدق وعدالة عن كافة المدخلات والمخرجات اللي هو المقبوضات والمدفوعات اللي بتخص الجهة. طبعا التقرير المعياري زي ما احنا شايفين هنا في فورمة معينة لازم تتوفر في كل تقرير بتنطبق عليه الشروط اللي احنا حكيناها. التقرير المعياري غير المعدل حسب معيار رقم 700، إيش بيقول أو إيش محتوياته؟ يعني أنا بدي أكتب تقرير، مش كل مدقق حسابات بده يكتب تقرير بالأسلوب والصيغة والكيفية اللي هو عايزها، لا، في عندي حاجات تعتبر زي فورمة ثابتة في التقارير خلاص المدققين بدهم يلتزموا فيها. زي إيش؟ زي ما إحنا شايفين عندي يجب أن يكون التقرير بشكل مكتوب سواء كان ورقيا أو إلكترونيا. يبقى ما ينفعش أنا كمدقق أطلع تقرير شفوي وأقول أنا في اجتماع الجمعية العمومية بكف وبقولهم والله يا جماعة كل شيء تمام، لا، الكلام أنا ما بصيرش في التدقيق. التدقيق شغلة بده يطلع المدقق تقرير مكتوب سواء كان ورقيا أو إلكترونيا. وفقا لهذا المعيار، معيار 700، فإن التقرير يتكون من إيش؟ الأمور اللي بتكون منها التقرير، إيش البنود أو المحتويات أو الفقرات اللي بده يتضمنها تقرير مدقق الحسابات. أول شغلة بده يتكون أو يحتوي على العنوان. تقرير يقبل في العنوان فوق اللي هو بده يكون عنوانه تقرير المحاسب القانوني المستقل عن شركة كذا كذا لعام كذا، شركة الاتصالات الفلسطينية لعام 2018، شركة جوال لعام 2020، وهكذا. التقرير بده يكون تقرير واضح. تقرير المحاسب القانوني المستقل الإشارة إلى استقلالية يشير إلى التزام المدقق بالمتطلبات الأخلاقية، ويساعد في تمييز تقرير المدقق المستقل عن غيره من التقارير، لأنه
التدقيق الداخلي في الشركة بطلع تقارير، ومؤسس جمعيات كثيرة بتطلع، ولجان كثيرة بتطلع، ولجنة الحوكمة بتطلع. فأنا بدي أكتب تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل. هذه في أول شغلة. وبده يكتب اسم الشركة. في الشغلة الثانية بده يكتب اللي هو إيش؟ الجهة التي يوجه إليها التقرير. عادة المدقق بده يوجه التقرير تاعه للناس اللي بيستنوا التقرير، للناس اللي عينوه، اللي هم الهيئة العامة للمساهمين، عشان يعرض عليهم في الاجتماع السنوي. الجهة التي يوجه إليها التقرير، وهذا يعود للمتطلبات التي تفرضها القوانين والتعليمات في البلدان المختلفة. مع العلم أن التقرير عن البيانات المالية ذات الهدف العام عادة يوجه إلى المساهمين أو المسؤولين عن عملية التحكم المؤسسي. بأول حاجة عنوان التقرير: تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل. الشغلة الثانية بده يقول إلى الجهة، إلى مساهمي الشركة الكرام، بده يوجه التقرير للمساهمين أو المسؤولين عن عملية التحكم المؤسسي. الفقرة الثالثة بده يبين اسم الشركة، يعني بده يقول وأسماء البيانات المالية المدققة، يعني بده يقول قمنا بتدقيق حساب شركة مثلا الاتصالات الفلسطينية، حيث دققنا الميزانية الأمامية، وقامت الدخل، وقامت التغيرات في حقوق الملكية، وقامت التدفقات النقدية، وملخص بالسياسات المحاسبية والملاحظات التوضيحية الهامة. وبده يحدد الفترة الزمنية والتاريخ، الفترة الزمنية اللي بده يغطيها التقرير، يعني يقول بندقق حسابات شركة جوال لعام 2019، هيحدد الفترة الزمنية أو السنة المالية اللي بده يغطيها التقرير، حسابات شركة جوال لعام 2019، وحيذكر الفترة الزمنية اللي هو دقق فيها، حيذكر إنه دقق الحسابات خلال مثلا شهر 2/3/2020، وهكذا. يعني الأمور كلها بدها تكون إيش؟ تفصيلية واضحة، حتى يسهل على القارئ الرجوع إليها ومعرفة البيانات. في بعض الأحيان بيقول لي هناك متطلبات قانونية كل دولة بيقبلها، شوية قوانين خاصة فيها، بتقول حط الفقرة هذه، حط الفقرة هذه، بده يلتزم باللي هو المتطلبات القانونية. رقم أربعة بيقول لي بده يحط فقرة خاصة بمسؤولية الإدارة عن البيانات المالية. بده يكتب اللي هو بعد ما كتب اسم الشركة واسم الحسابات والسنة اللي بدها تغطيها الشركة وتاريخ تدقيق الحسابات، بده يكتب ايش يقول في الفقرة الرابعة. بده يقول مع العلم، أو ننبه، أو ننوه إلى أنه إعداد القوائم المالية اللي هي الميزانية، وقائمة الدخل، والحقوق، التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، إعدادها كان من مسؤولية الإدارة، وهي اللي قامت بإعدادها. يا جماعة، يعني أنا مش أنا كمدقق مش أنا اللي عديت الحسابات، اللي عدوا الحسابات اللي هم مين؟ إدارة الشركة. يبقى هان بده يقول فقرة خاصة بمسؤولية الإدارة عن البيانات المالية. على المدقق أن يشير إلى مسؤولية الإدارة عن إعداد البيانات المالية، وعن العرض العادل لها وفقا لمتطلبات الإطار الخاصة بالإبلاغ المالي. يقول الإدارة المسؤولة عن إعداد البيانات المالية، وأنا بأكد كمدقق أن الإدارة قامت بإعداد البيانات المالية وفق متطلبات الإبلاغ المالي، اللي هي المعايير المحاسبة الدولية. يعني الإدارة اشتغلت وفق ايش؟ المعايير المحاسبية، واشتغلت حسب الأصول المحاسبية، وبناء على سياسات محاسبية معترف فيها. وهذا يشمل بيان مسؤولية الإدارة عن تصميم وتطبيق المحافظة على والمحافظة على نظام الرقابة الداخلية. وبيقول إن الإدارة برضو مسؤولة عن تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية اللي بحقق العرض العادل للبيانات خالية من التحريفات المالية. وبذكر فيه إنه الإدارة مسؤولية الإدارة عن اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة. وبذكر إنه مسؤولية الإدارة عن إعداد تقديرات محاسبية معقولة، وبضيف ما يراه مناسب عن مسؤوليات الإدارة. يبقى هنا حدد مسؤولية الإدارة:
انها هي اللي صممت النظام، هي اللي حطت عملة البيانات المالية، هي اللي اختارت وطبقت السياسات المحاسبية، هي اللي حطت التقديرات للاستهلاكات وللمخصصات، وبالتالي هي مسؤوليتها وهي اعتمدتها. واحنا موافقين لان هي تمت حسب الاصول والمعايير المحاسبية. رقم خمسة حيحط فقرة خاصة بمسؤولية المدقق، بده يقول انه احنا كمدقق حسابات تنحصر مهمتنا في إبداء رأي عن البيانات المالية. البيانات اللي هم حطوها أنا الآن دوري بس أبدي رأيي بخصوصها، وهل هي صحيحة ولا غير صحيحة، ذات مصداقية ولا غير مصداقية، عادلة ولا مش عادلة. إن التدقيق تم وفقا لمعايير التدقيق الدولية، هاي الإشارة بتمكن القارئ من إدراك أن عملية التدقيق تمت وفق معايير محددة لهذه الغاية. هذه المعايير تتطلب أن يلتزم المدقق بالمتطلبات الأخلاقية. إحنا دققنا حسب المعايير الدولية، والمعايير بتلزمني بمتطلبات أخلاقية، وبتلزمني أن أحصل على أدلة وتأكيد معقول عن مدى خلو البيانات المالية من التحريفات المادية. بده يوصف عملية التدقيق، وذلك بين أن المدقق قام بتنفيذ إجراءات من أجل الحصول على أدلة حول القيم الظاهرة في البيانات المالية. بده يقول إحنا قمنا بعملية التدقيق، خططنا ونفذنا وحصلنا على أدلة وفحصنا وتأكدنا من أن الإفصاح صحيح والقيم اللي في الميزانية صحيحة والإجراءات كلها مظبوطة وتتفق مع المعايير، وفيش أخطاء وفيش 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 حسب المعايير الدولية. طبعا لسه ما بعطيش رأي. آخر حاجة اللي هو في رقم ستة بده يصدر رأيه، فقرة الرأي هاي فقرة الأخرانية اللي الكل بيستنى فيها اللي هو رأيه. فقرة الرأي أن يعتبر المدقق يعبر المدقق عن رأيه في أن البيانات المالية، طبعا احنا قلنا هاني تقرير معياري يعني فيش في خطأ، يعني الشركة وضعها سليم 100%. ففي فقرة الرأي شو بيقول؟ البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية أو تغطي صورة حقيقية وعادلة بما يتفق مع إطار الإبلاغ المالي المتبع، ما لم يكن هناك متطلب قانوني أو تشريعي باتباع إطار آخر. وفي هاي الحالة بده يشير إلها. يقبل أنا هاي رأيه أن البيانات صحيحة وتظهر بصدق وعدالة لكافة النواحي الجوهرية، وأنها بتتفق مع اللي هي معايير الإبلاغ المال اللي هي معايير المحاسبة الدولية. لو في عندي أي حاجات بده يضيفها بضيفها. ورقم تسعة بده يحط تاريخ التقرير، يعني احنا عملنا التقرير في 1/4 بنحط 1/4، لو عملناه في 30/4 بنحط في 30/4. رقم 11 بده يحط عنوانه، اسمه عنوانه، عشان في النهاية أي حدا بده يرجع يبقى معروف. احنا ما بنتكلمش على مدقق مجهول، لا، مدقق معروف اسمه ومكتبه وعنوانه وبيانات تفصيلية عنه. هاي عنا اللي هي نماذج، هاي التقرير هنا اللي هو في نهاية الصفحة 245 بدي نموذج لتقرير. هاي الترويسة حط فيه تقرير مدقق حسابات قانوني مستقل إلى مساهمي شركة الإخلاص المساهمة العامة، تقرير عن البيانات المالية ووضع، وهكذا. الحاجات اللي احنا حكيناها هي فورما، في عندي مجموعة نماذج في الكتاب المقرر يمكن الرجوع إليها. نجي نشوف أنواع تقرير المدقق، أنواع تقرير التدقيق. أنواع تقرير التدقيق، في عندنا 4 أنواع لتقرير المدقق، 4 أنواع في تقارير التدقيق. زي ما احنا شايفين هنا اللي هو تحديد نوع التعديل لرأي المحاسب القانوني. في عندنا اللي هو التقارير التي يقوم المدقق فيها بتعديل رأيه، وتشمل 3 أنواع. قلنا قبل شوي في عندي رأي مطلق اللي هو احنا المعيار اللي شفناه للحسابات سليمة وفيش فيها شغل. يبقى أول نوع في التقارير إنه يكون تقرير مطلق أو تقرير غير متحفظ أو تقرير صحيح، يعني بنسميه تقرير مطلق أو تقرير معياري، يعني كل الحسابات مظبوطة، فيش إلنا تحفظ، فيش إلنا أي أخطاء، فيش إلنا أي حاجة، الحسابات بتعبر بصدق وعدالة عن المركز المالي ونتيجة الأعمال. في ممكن يكون عندي التقرير مش مطلق، يعني مش تقرير بيرفكت، يعني مش 100% الأمور، وبالتالي المدقق يصدر تقرير نوع من 3 أنواع أخرى غير النوع الأول. النوع الأول قلنا مطلق،
النوع الثاني تقرير متحفظ، ولك هنشوف إيش معنى تقرير متحفظ. والنوع الثالث الامتناع عن إبداء الرأي. والنوع الرابع الرأي المخالف أو المعاكس أو السالب. يبقى أربع أنواع في التقرير: تقرير مطلق المعياري اللي قبل شوي شفناه اللي فيش فيه أي تحفظات أو أخطاء. النوع الثاني تقرير متحفظ وحنشوف شو معناته الآن. النوع الثالث امتناع عن إبداء الرأي. والنوع الرابع رأي مخالف أو رأي معاكس. إيش بنقصد بتقرير متحفظ؟ يعني أنا الآن دققت الحسابات، كل الحسابات مظبوطة باستثناء اللي هو جزئية أو بند معين أنا إلي عليها تحفظ، يعني ما بقدرش أقول أنا معارض، بقدرش أقول هذه درجة عدم الاتفاق اللي فيها مش درجة جوهرية، مش اختلاف جوهري، والقيمة تاعت البند أنا مش قيمة جوهرية. يعني خلينا نقول اختلفنا في جزئية حسب نظام التقديرات أو حسب بند معين أنا لوجهة نظر والإدارة لها وجهة نظر، وبالتالي أنا بوافق على كل اللي في التقرير باستثناء هذه الجزئية وهذه الفقرة. لكن المعنى هيك إنه التقرير كله سليم، وعدم موافقتي على بند معين لا يعني إنه أنا بطعن في صحة الحسابات، وبالتالي بعتبرها مؤيدة ومعبرة أو ذات مصداقية لو كان فيها هيك، بس لو كان فيها الجزئية هذه، أو لو تم تعديل هذه الفقرة، أو لو تم إضافة شغلة معينة. يبقى أنا موافق على الحسابات وغير معترض عليها، وأرى أنها بتعبر بصدق وعدالة عن نتيجة الأعمال المركز المالي، لكن أنا إلي تحفظ بسيط على أحد أو بعض الفقرات اللي تتمثل في واحد اثنين ثلاثة وبذكرها. هذا بنسميه تقرير متحفظ. تقرير متحفظ. في النوع الثالث الامتناع عن إبداء الرأي. امتناع عن إبداء الرأي يعني مثلا أنا مثلا بدقق في حسابات اللي هو المخزون السلعي، طلبت اللي هو سجلات المخزون السلعي، قالوا لي المخزون السلعي السجلات من المخزن مسافر، السجلات رافعها بصير شو، طب بدنا ندققها، الأمور الآن غير متاحة، طب خلصت السنة ومحتاجين نعمل، هل أبدي رأي معاكس وأقول حسابات الشركة اللي هي مش صالحة و... لا بقدرش، لأنه أنا ما شفتش المخزون عشان أقول انسرق ولا في أخطاء ولا 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 ولا. وبالتالي أنا هنا قدام حالة إنه أنا بدي أمتنع عن إبداء الرأي. أنا مش حصدر يا مساهمين تقرير، أو حصدر تقرير أقول أنا غير قادر على إبداء الرأي نتيجة عدم توفر كل المستندات والأدلة اللي أنا طلبتها. بس يعني عندي طالب ما قدمش امتحان، بعملوش رأس الدرجة صفر، لا بعمل كتاب إنه أنا غير قادر على تحديد الدرجة لأنه الطالب ما امتحنش. أنا بدي أفحص رصيد النقدية، والرصيد النقدية مهم جدا. يا إدارة الشركة بدنا نفحص النقدية، دفاتر النقدية وجلد للنقدية، لا الوضع لا يسمح، وعندنا احتياجات وعندنا شغل وعندنا زنقة، أجلها للسنة الجاية، لا الموضوع مهم جدا ما بقدرش أجل، فاحنا إحنا مش فاضيين لك. معناته ما تعاونوش معي، ما وفروش بيئة مناسبة، ما وفروش السجلات اللي بدي إياها، فأنا مش حقدر أقول عنهم اللي هو حساباتهم غير صحيحة لأنه ما شفتهاش، ومش حقدر أقول صحيحة لأن أنا برضو ما شفتهاش. إيش اللي بدي أعمله؟ بدي أطلع امتناع عن إبداء الرأي نتيجة عدم توفر أو عدم القدرة على الاطلاع على كافة المستندات والأدلة اللي بده إياها كمدقق حسابات. النوع الرابع الرأي المخالف أو المعاكس. هطلع على الحسابات لقيتها حدث ولا حرج، اللي مكتوب غير الواقع، الأمور كلها عايمة على بعض، النقدية مكتوب رقم وفي الواقع رقم، المخزون مكتوب رقم وفي الواقع رقم، الالتزامات الخصوم المدينين الدائنين الأمور كلها مش مزبوطة، فأنا إيش هطلع تقرير معاكس إنه حسابات الشركة نتيجة عملها ومركزها المالي بعبروش عن نتيجة الأعمال وعن اللي هي حقيقة الموجودات. الحاجات دي كمان غير هيك بتخليني أطلع، أو ممكن في ظلها أطلع تقرير مخالف أو معاكس. لو أنا مثلا بفحص لقيت الشركة ما بتطبقش المعايير المحاسبية،
معناته مصدر قهوة معاكس، لأنه غصب عن أبوك لازم أنتوا تعملوا الحسابات وفق المعايير المحاسبية. الشركة بدها تتبع مبادئ وأسس محاسبية، اتبعت مبادئ وأسس محاسبية وسياسات محاسبية مش معترف فيها، لا بطلع رأي معاكس، لأن هذه حاجات أساسية. لازم الشركة تعمل حساباتها بناء على إيش؟ تلتزم بالمعايير المحاسبية، تلتزم بالسياسات المحاسبية المقبولة، عندها الثبات في السياسات المحاسبية من سنة لسنة. طب ما تباشروش سياسات محاسبية معترف فيها، وما ثبتوش على سياسات محاسبية متعارف عليها من سنة لسنة، كل سنة بغيره وبفصحوش عن التغيير، واتبعوا سياسات غير معترف فيها، فبالتالي بطلع أو بصدر رأي معاكس، بصدر رأي معاكس. هاي اللي هي الأنواع، أربع أنواع رئيسية من أنواع تقارير مدقق الحسابات. قلنا إمتى بصدر تقرير مطلق؟ إذا كانت الشركة حساباتها سليمة وفيش عندها أي أخطاء وفيش عنده أي تحفظات، بيطلع تقرير مطلق. لو في بعض الجزئيات البسيطة غير الجوهرية اللي ما بتأثرش على مصداقية القوائم المالية وعدالتها، بيطلع تقرير مطلق بس في شوية تحفظات، بنسميه تقرير متحفظ. لو ما قدرش يطلع على كل المستندات والأدلة اللازمة عشان يكمل عمله، وجا موعد اللي هو إصدار تقرير اللي هو في نهاية شهر 4، مش حيتحمل هو المسؤولية ويقول أنت أخرتنا وأنت ما طلعتش، لا بطلع تقرير امتناع عن إبداء الرأي لعدم توفر كافة الأدلة وكافة المستندات المفروض يطلع عليها عشان يصدر الحكم. لو اطلع ولقى الحسابات غير صحيحة، أو الحسابات لم تعد وفق المعايير الإبلاغ المالي، أو الحسابات ما تمش إعدادها وفق سياسات محاسبية متعارف عليها، أو الحسابات تم إعدادها بناء على أسس وسياسات محاسبية ما تمش الثبات عليها أن السنة هاي نفس السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، معناته حيطلع تقرير مخالف أو تقرير معاكس أو تقرير بنسميه تقرير سلبي. هيك خلصنا اللي هو الفصل التاسع اللي هو تقرير مدقق الحسابات، وبنكون وصلنا لنهاية المساق. نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نلتقي معكم الفصل الجاي في تدقيق حسابات 2، والسلام عليكم ورحمة الله.